كذلك التقينا ببعض الشخصيات التي لها علاقة بهؤلاء الطلبة، سواء كانت هذه الشخصيات من الشخصيات المتصلة بالدعوة إلى الله عز وجل من خلال المساجد أو المراكز الإسلامية، أو بعض الشخصيات العلمية ولو أنها غير مسلمة لكنها موجودة في تلك البلاد، مما يحرص هؤلاء الطلبة على تأليف قلوبهم لكسبهم في المصالح التي يقومون بها. ولعل بعضهم يكون ذا مكانة بين قومه فيأخذ فكرة حسنة عن هؤلاء الشباب أو عن المسلمين فيسهل أمورهم الرسمية، وربما يفتح الله تعالى قلبه للدخول في الإسلام. من ضمن هؤلاء شخص يدعى الشيخ محمود، وهو مصري الجنسية، ذهب إلى استراليا منذ سنين طويلة تقرب من نحو 40 عاماً، وحين كان يسرد لنا قصته كان يقول بأنه لم يكن محدداً وجهته التي يذهب إليها، وإنما خرج من بلده لأسباب لم يشرحها لنا، ولكنه لا شك كان مضطراً. فهكذا من مطير إلى مطير أو من طائرة إلى طائرة حتى وصل إلى استراليا، وهناك استقر ووجد في تلك البلد غير المسلمة من الترحيب ما لم يجده حينها في بلده، وقد نال بعد ذلك الجنسية وكامل حقوقه، وهو يقوم بالإمامة، إمامة الصلاة في أقدم مسجد في مدينة بيرث في أستراليا. وذهبنا لزيارة هذا المسجد ولا زال عامراً مع حصول بعض التجديد والتوسعة له، وقد بناه الأفغان المسلمون الذين قدموا إلى تلكم البلاد منذ نحو قرن من الزمان، وهو الآن في وسط المدينة القديمة، وأرضها غالية جدا، حتى أنه ذكر لنا بأنهم لما أرادوا توسعة المسجد اضطروا لشراء أرض صغيرة قربهم بمبلغ كبير، لأن تلك المنطقة هي المنطقة التي تحوي المركز التجاري للبلد. ولكن بفضل الله تعالى قام بعض المحسنين واستطاعوا بعد ذلك أن يوسعوا المسجد وأن يتوفر فيه مدرسة وغرف متعددة ليكون مركزا إسلاميا متكاملا. مما ذكره لنا أول امرأة أسترالية دخلت الإسلام، وكانت شابة ربما تبلغ 19 عاماً، وأنها جاءت إليه تسأله عن الإسلام، فما كان في تلك الفترة يصدق أنها جاءت للدخول في الإسلام. يقول: وكنت أسألها: هل أنت متأكدة أنك تريدين هذا الشيء وأنك تقررين هذا القرار؟
هل تعلمين ما سيترتب على ذلك من قبل أهلك حين تغيرين دينك من النصرانية إلى الإسلام وتلتزمين بالحجاب الشرعي؟ قالت نعم. فدخلت في دين الله تعالى. والعجب أن هذه الفتاة نالها ما نالها من اضطهاد من عائلتها بسبب دخولها في الإسلام، وخاصة من قبل أمها، فكانت تنهرها بشدة وتسيء معاملتها وتعيبها أمام بقية أفراد الأسرة، حتى أنها جاءت تسأل هل يجوز لها أن تخلع الحجاب بسبب تلك المعاملة القاسية التي كانت تعامل بها من قبل أمها وبعض أفراد أسرتها. يقول: فقلت لها: أما خارج البيت فلا، ولكن إن كان المراد بخلع الحجاب داخل البيت فلا بأس، لا مانع من ذلك، أي من خلع غطاء الرأس، وأنت امرأة وعندك في بيتك أمك ومحارمك. فكأن هذا خفف عنها قليلا، ولكن انظروا إلى فضل الله تعالى أن هذا الشيخ نصح هذه الفتاة مع كل ما تلاقيه من عنت وإساءة من قبل أمها أن تحسن معاملتها. فإذا بهذه الفتاة المسلمة تقابل الإساءة بالإحسان وتقوم ببر أمها قدر طاقتها، فتحول قلب هذه الأم إلى الثناء على هذه البنت وذكرها بخير، وكان لها أخت أصغر منها فدفع ذلك أن تتأثر بذلك أختها الصغرى فتدخل الإسلام بسبب غيرتها من أختها، لأن أمها تثني عليها خيرا. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.